السلام عليكم. بعض العملاء يبحثون عن أثاث خفيف فاخر ورائج حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم سوف أريكم بعض هذه الأنواع. تعالوا معي. كما ترون لدينا هذه المجموعة الرائعة من الكلب. اللون البرتقالي يعطينا الشغف والحيوية وفي نفس الوقت الهدوء والراحة النفسية. أذرع هذه الكنبة أيضا تعطي الناس بالدفء العائلي. الطاولة هنا مصنوعة يدويا بتقنيات حديثة مكونة من الحديد والزجاج. بعدما انتهينا من مشاهدة الكنب دعوني أريكم بعض أنواع طاولات الطعام. هذه الطاولة مصنوعة من ألواح صخرية مدمجة بالفولاذ المقاوم للصدع مع خلفية بيضاء ناصعة كالثلج والأخضر السماوي بالإضافة إلى اللون الأسود. هذه الألوان تعطيك شعور غير متوقع، والدمج بين أرجل الطاولة والإسطوانة المعدنية ما هو إلا إنعكاس للتناسق الرائع لهذه الطاولة. صناعة هذا النوع من الكراسي وباستخدام شكل الخيزران ليست بالشيء السهل. يتم استيراد الرخام الطبيعي الراقي بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ من إيطاليا. القاعدة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمطلية باللون النحاسي. يتم صناعة هذه النوعية من الكراسي من الخشب الصلد. انتهت جولتنا لهذا اليوم. عرضنا لكم هذا اليوم غرف المعيشة بالإضافة إلى طاولات الطعام. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نعرض لكم أثاث غرف النوم. إلى اللقاء.